بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والله العظيم إني لكم ناصح. أما آن الأوان أن ترفعوا رؤوسكم وأنتم الصادقون المخلصون المحبون لآل بيت رسول الله لآل بيت رسول الله لآل بيت رسول الله. والله العظيم أنا شيعي كطيفي بعد أصلك واهتديت نطلب الله ثباتا في حياتي. في رحلتي للبحث عن الحقيقة أين سأجدها؟ أين؟ ومساء ما ثنينا نطلب الله ثباتا. اللهم لقد طعنت بحبيبات المصطفى. لعنه الله عليك يا عائشه لعنه الله عليك بعدد انفاس الخلائق. لا رد كتاب بغيبيك الكلب. اللهم إني أستغفرك مما كنت عليه. اللهم إليك اهربوا بأنفسكم من غضب الله وعقابه. اهربوا بأنفسكم من دين التناقضات سعينا نبصر الحق جليا نبتدعنا واعتدينا. والله العظيم كثير من جماعتنا الشيعة الآن يدخلون إلى الطريق الحق طريق الله سبحانه وتعالى والتوحيد. اللهم إني أشهد إليه وأبرأ إلى الله تعالى من العقيدة التي كنت أعتنقها وهي العقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. بحثوا عن الحقيقة فوجدوها. هل فكرت يوما في البحث عن الحقيقة؟ اهتدينا اهتدينا وإلى الله سعينا نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا وأعلن براءتي من دين الطعن في الله وفي كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته وصحبه وأزواجه. نطلب الله نهارا ومساء من ثنينا. وأعلم إني مهدد والكثير هددوني أنا وعيالي، يعني حتى وصل الأمر إلى الرسائل التي وصلتني، ولكن لا أخاف في الله لومة لائم. فليغال في أذانا لن نبالي قد رضي. بعد سنوات من الصراع مع الناس وبعد التفكير والبحث قويش نعيش في تناقض. نرفض الشيء واقعا ونقبل اعتقادا وفي الكتب فقط. قلت وش اللي بخسره؟ ذبحت الصحابة ولم أخسر آل البيت. اهتدينا اهتدينا وإلى الله سعينا. بمجرد تحكيمك لعقلك والله ستصل إلى الصواب. وقفوا الضرب وقفوا مناحاته وقفوا تلطيخ نفسكم بالطين. والله فضحتوني والله العظيم قسما بالله إنها فضيحة. والله العظيم إني لكم ناصح. حرام عليكم. اهتدوا خلاص اهتدوا. أجار الله الأئمة إن يكن دافع لأمة تدعي حبها للأطهار من دون الشعوب. كل من ينكر أن الواقع مر أليم فهو مثل الواقع الكذاب كذاب أثيم. شفت الخوئي يلطف؟ شفت السيد السستاني يلطف؟ شفت البروجردي يلطف؟ شفت الغروي يلطف؟ سمعت المهاجر يلطف؟ سمعت الوائلي يلطف؟ أو محمد باقر الفالي يلطف؟ سمعت المدرسي يلطف؟ سمعت السبزواري يلطف؟ سمعت الصدر يلطف؟ شفتهم يلطمون؟ ليش ما يلطمون؟ ليش أنت اللي تسيل الدم من نفسك وجسدك وهم يتفرجون؟ العدو رقم واحد للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر أبو بكر إبليس. الله عز وجل قرر أن العدو رقم واحد هذين الاثنين هذين الخبيثين الملعونين. محمد رسول الله والذين معه أشداء
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. موقع البرهان بالتعاون مع شبكة المناصحة يقدمان اهتدينا 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 وإلى الله سعينا نبصر الحق جليا ما ابتدعنا واعتدينا نطلب الله نهارا ومساء من ثنينا نطلب الله ثباتا. والآن مع المهتدين بأصواتهم يحكون رحلتهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ومساء من ثنينا نطلب الله ثباتا في حياة ما. هذه كلمات خرجت من القلب لتصل إلى القلب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا محبي الحسين، يا من عشقتم هذا الطاهر، يا من أحببتم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه رسالة من أخ لكم محب، وهو والله مشفق، كان في يوم من الأيام منكم وفيكم، هداه الله سبحانه وتعالى وأنار بصيرته إلى أمر ربما لم تروه وربما لم تطلعوا عليه. يا محبي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما آن الأوان أن ترفعوا رؤوسكم وأنتم الصادقون المخلصون المحبون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال إمامهم وسيدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسد الغالب أمير المؤمنين الكرار علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال: نحن الكرام بنو الكرام، وطفلنا في المهد يكنى، نحن إذا قعد اللئام على بساط العز قمنا. يا من أنتم شيعة لهذا الرجل، إلى متى تبقون ترضون لأنفسكم الذل والهوان؟ أما آن الأوان أن توجهوا أصابع الاتهام إلى هؤلاء المعممين الذين يقودونكم باسم حب أهل البيت إلى تحقيق مصالحهم الشخصية. انظروا يمينا وشمالا، سألتكم بالله، أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قال في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ فأمرنا الله جل وعلا أن إذا أردنا أن ندعو دعوناه، وإذا أردنا أن نستغيث استغثنا به، وإذا أردنا أن نستعين استعنا به، وإذا أردنا أن نتوكل توكلنا عليه، إذا أردنا أن ننذر نذرنا له، وأن نذبح ذبحنا له، إذا أردنا أن نطوف طفنا على بيته وحول بيته، وإذا سجدنا سجدنا له، وإذا ركعنا ركعنا له. هذا هو التوحيد الذي أنار الله بصيرتي إليه فرأيته واطمأنت نفسي إليه. نطلب الله ثباتا في حياته.
حياة ما حيينا. نعبد الله إلها إنه المولى المعينا، ذاك هدي وطريق قد حمانا إن بقينا. أما ما يحدث أيها الشيعة الأفاضل، أيها الشيعي الفاضل، أيتها الشيعية الفاضلة في مجتمعات الشيعة، فليس أبدا من التوحيد ولا يمت للإسلام بصلة. هل تنكر أيها الشيعة الفاضل مسيرة الكلاب؟ سألتك بالله، أقوام يحبون هؤلاء الكرام وينتمون إلى دينهم، يصيرهم علماء الشيعة كلابا يحبون على أقدامهم وركبهم وأيديهم تجاه قبر الحسين سلام الله عليه فيضربون رؤوسهم في شباكه؟ هل هؤلاء هم الكرام؟ هل الله سبحانه وتعالى ارتضى للمسلم هذه الذلة وهذا الهوان؟ هل يرتضيه كرام أهل البيت لشيعتهم؟ مسيرة الكلاب أجلك الله هي طقس من طقوس الشيعة يتقربون به إلى الله كما يزعم علماؤهم. أما أنا لك أن تفيق وأن تسأل نفسك من أين أتونا بهذا ومن أين جاؤنا به، وهل أمر أهل البيت بذلك وهل طلب منا هذا؟ أيها الشيعي، خلينا أقول لك بالعامية، أنت سمعان بركضة الطويريج؟ الطويريج منطقة بالعراق يركض منها الناس باتجاه كربلاء، حتى بالحج ما تصير. يا أخي الله سبحانه وتعالى شرعنا السعي بين الصفا والمروة، شرعنا الطواف والرمل وهو السعي أثناء الطواف، لكن هل شرع لنا الركض نساء ورجال وأطفال وشيوخ ركض كالمجانين تجاه الحسين؟ سألتك بالله، لو خرج الحسين من قبره الشريف ورأى الناس يفعلون ذلك، هل سيعتز بهم أم سيطأطئ رأسه حياء من ربه جل وعلا أن صرف هؤلاء الناس عبادة صرفوها إليه من دون الله؟